السلام عليكم حبايب قلبي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اهلا وسهلا بكم بفلوق اليوم. الفلوق راح يكون استرخاء، راح تكون عنايه بالبشره قبل العيد، لانه كثير منكم طلبتوا مني اني اسوي لكم عنايه قبل العيد، واليوم جهزت كل الاشياء اللي احتاجها عشان اسوي احلى عنايه. حتكون عناية من البيت، ودائما أنا أفضل إنه عناية بالبشرة تكون من البيت، لأنك تعرف المكونات اللي راح تحطيها على بشرتك، تعرفي المنتجات اللي راح تستخدميها، وأهم شيء راح تكون كلها نظيفة ومتعقمة عكس العيادات. يعني تعرف أحيانا في العيادات واحد يروح يحسن بشرته وبدل ما تتحسن تطلع له حبوب وكذا. فعشان كذا اتحمسوا معي، شجعوني باللايك، روحوا اشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، واذا كنتوا تشوفوا هذا الفيديو لاول مره كمان لا تنسوا تشتركوا على السناب والانستغرام، دائما ننزل لكم هناك ستوريات اول باول. لكن قبل ما نبدا بالفيديو ابغاكي تروحي تجيبي لك كاسه شاي ولا قهوه ولا عصير، وتقعدي تتفرجي على الفيديو وانتي مسترخيه، وتنسي كل همومك، وان شاء الله هذا الفيديو يشجعك ويحمسك انك تقومي تهتمي بشرتك، خاصة لأنه العيد جاي ولازم نطلع في العيد بأبهى حلة. أوكي جماعة، بسم الله رح نبدأ. أول شيء طبعا لازم أبعد شعري عن وجهي عشان ما يضايقني. أوكي جماعة، الحين رح نبدأ بأول شيء اللي هو لازم إن ننظف بشرتنا قبل ما نبدأ بالعناية، عشان نتخلص من جلد الميت وكل الأشياء اللي على البشرة، عشان نبدأ ببشرة نظيفة. رح نستخدم غسول، أي غسول عندك في البيت، إن شاء الله حتى صابون، بس يكون صابون مخصص البشرة عشان ما يخليها ناشفة كثير. أنا اليوم رح استخدم مجموعة صراحة أخذتها وجدا جدا جدا عجبتني. هذا مجموعة مو إعلان ولا شيء، بس حبيت أفيدكم إذا كنتوا تبوا تشتروا زيها، ما أدري حتلاقوا أصلاً أو لا، لأنها أنا أخذتها من محل يسوي تنظيف البشرة وهم يبيعوه، اسمها دكتور سيكريت. هذه هي طبعا انا يوم الايام حكيكم قصه باختصار شديد، رحت اسوي فيشل عندهم واسوي تنظيف للبشره، فاستخدمت لي كل المنتجات الموجوده عندهم. بعد ما خرجت من الصالون الاقي بشرتي فيها نضاره ولمعه زي بشره الكوريات او اليابانيات اللي بشرتهم كده دائما تلمع فيها لمعه حلوه، انا كان عندي نفس النتيجه هذه. فصراحه جدا وعجبت بالماركه هذه وعجبت بمنتجاتهم، وقررت اروح مره ثانيه واسوي عندهم فيشل واخذ من هذه المنتجات، واخذت اللاين كله تونر وجل والسيروم وفيتامين سي، وقعدت استمر عليه فترة صار تقريبا لأسبوع أو شيء زي كذا، وألاحظ بشرتي يعني فيها لمعة مرة حلوة، وكمان لاحظت إنه شوية من النمش خف عندي، لأنه لما أتعرض للشمس يكون عندي نمش كثير. فالمجموعة هذه تفوز يا جماعة، أنا جدا جدا حبيتها، وأنتوا بهذا الفيديو حتشوفوا، أصلا ما يحتاج أتكلم. المهم خلونا نبدأ الآن. أول شيء نستخدم هذا الكريم، هذا الكريم هو كريم كلينزينج للبشرة. اي كريم منظف للبشره عندك لازم تستخدميه قبل ما تبداي الروتين العنايه. اوكي راح استخدم هذه الفرشه، شايفينها تشتغل بالبطاريه وتعمل دبدبات بسيطه، فممكن تستغنوا عنها، ممكن تنظفوا بشرتكم باليد، ممكن تجيبوا فرشة السيليكون هذه تلاقوها بمحلات 10 و20، تكون يدوية ما تشتغل لا على البطارية ولا شيء. أنا دائما أستخدمها لأنها سهلة في الاستخدام، ولكن اليوم عشان أحصل على تنظيف كويس وجبار وكده ننظف المسام من جوا، فراح أستخدم هذه الفرشة. أوكي الحين نظفت بشرتي، راح أشيل كل شيء عندي. هذه المنشفة هذه مرة حلوة للسفر، تجيكم كذا منشفة بس تغمسوها شوية بالموية، شايفين كيف شكلها؟ شوفوا اسمعوا صوتها زي الحجر. الحين راح اغمسها بالموية اوريكم كيف شكلها راح يصير. اوكي شوفوا حطيت عليها شوية موية، وشوفوا كيف حجمها تضاعف، وتصير لكم منشفة مرة حلوة تشيل الماسكات. أخذتها جماعة من المول، من محل كذا اللي يبيعوا فيه أشياء غريبة، كتب على زينة على ألعاب. فهذه اسمها disposable face towel، يعني منشفة إنه لاستخدام واحد. دوروا عنها مرة مرة حلوة. أحيانا لما أحط ماسك صراحة لما ينشال باليد صعب إنه ينشال، فهذه بما إنها مبللة وفيها شوية رطوبة تشيل لكم كل شيء، وحتى كمان تسوي تكشير بسيط للبشرة لأنها شوية خشنة، فتشيل كمان الجلد الميت. مرة مرة حلوة، وشوفوا حجمها قديش كبير.
اوكي خلصنا من الكلينزينج الخطوه الاولى، الحين راح نستخدم كمان كلينزر بس العميق، يكون مثلا خاص لايام مرتين في الاسبوع كذا، مو يومي. ففي كلينزر اللي هو يكون بسيط تقدري تستخدميه كل يوم يكون خفيف على البشره، وفي كلينزر عميق التنظيف. فهذا هو الكلينزر الثاني اللي راح نستخدمه اليوم. طبعا طريقه استخدامه شويه غير عن العاده. اول شيء يجي معاه هذا الجهاز او العلبه، تحطوا شوية منه تقريبا 2 سانتي، شوفوا كيف لونه شفاف، لونه وردي، شايفين؟ بعدين صراحة أول مرة أستخدم شيء زي كذا في العيادة، كانت سوت لي إياه ومرة مرة عجبني. أوكي حطيت الغسول، الحين شوية أحط عليه موية، مو كثير، شوية. بعدين هذه العلبة يجي لها غطة زي كذا، هتلاقوها في أمازون، في علي إكسبرس، في أي مكان. هذه العلبة تسوي لكم رغوة من الغسول، يعني تخلي الغسول يكون رغوي، أهم شيء الغسول يكون من النوع اللي يسوي رغوة. بعدين نسوي كذا، فإحنا نخلط، شايفين كيف صار؟ شايفين الكمية البسيطة اللي حطيناها من الجل كيف تضاعفت وصارت رغوة؟ وشعور الاسترخاء اللي تحسوه لما تحطوا الرغوة على بشرتكم وتحسوا وتسمعوا كده صوت الفقاعات كذا، ولا أروع يا جماعة، مرة استرخاء. هذا الغسول مرة حبيته. الحين ايش حنسوي؟ حنجيب هذا الغسول، تمام، راح نوزعه على البشرة. الحين عندكم حلين، يا إما إنكم تجيبوا نفس الفرشة هذه أو بيدكم تفركوا على الرغوة وتنظفوا البشرة. ولكن لما أنا رحت العيادة شفت عندها تقنية ثانية لتنظيف البشرة، إنها تستخدم هذا الجهاز اللي يسوي الضوء الأحمر والأزرق اللي تكلمت عليه، أخذته من 4D طبعاً. فهذا الجهاز كل لون يسويه، شوفوا الحين حشغله. فهذا الجهاز يا جماعة حلو لعدة استخدامات، مثلا إذا تبوي نضارة، إذا تبوي تتخلص من حبوب، إذا تبوي شد البشرة، فكل لون يسوي خاصية معينة. فأنا راح أستخدمه على بشرتي وفيها الرغوة، وراح استخدم اللون الازرق اللي هو المنظف العادي بدون اي لون، بدون اي نور او اي شيء، نستخدمه عشان ننظف البشره. كمان ما ننسى الرقبه، ضروري جدا انه ننظفها. الحين راح احط طبقه ثانيه من الرغوه، وراح استخدم اللون الاحمر. النور الاحمر او الضوء الاحمر راح يساعدنا انه نشد البشره، نتخلص من التجاعيد الدقيقه، ونضيف النضاره والشد البشره. يا جماعه خلصت الحين ونظفت البشره، ومن حين احس انه بشرتي مشدوده ونظيفه. كيف راح اشيل هذا الرغوه؟ راح اشيلها بهذه المنشفه. هذه المنشفة شوية خشنة، برضو الاستخدام الواحد بس، هذه ممكن تغسلوها وتستخدموها عدة مرات. كمان تسوي اكسفولييرنج للبشرة اللي هو تشيل الجلد الميت، فتستخدموها بهذا الشكل. يعني احنا نشيل الرغوة وبنفس الوقت نشيل كل الجلد الميت اللي على البشرة. والله يا جماعة حرفياً أحس إنه بشرتي مشدودة، وإحنا لسه في بداية المشوار. أوكي جماعة الخطوة الثانية، الحين نظفنا كل البشرة والبشرة صارت جاهزة إنه نحط عليها أي ماسكات، ولكن المسام تظل مغلقة، فعشان كذا إحنا الحين راح نفتح المسام عشان لما نحط أي ماسك يتغلغل مظبوط لأعماق البشرة. تقدروا تفتحوا البشرة والمسام بعدة طرق، أنا راح استخدم اليوم هذا الجهاز البخار. ممكن أنتوا كمان تجيبوا جل الصبار العادي الأخضر وتحطوه على بشرتكم، وبعدين تحطوا كيس النايلون على بشرتكم، فحرارة البشرة هي راح تفتح المسام. يعني لما تحطوا كيس النايلون تخلوه كذا 10-15 دقيقة، وبعدين تشيلوا الصبار والمسام راح تكون مفتوح.
اوكي بعد ما حطيت البخار على بشرتي والحين البشره مسامها مفتوح، افضل وقت انكم تشيلوا الرؤوس السوداء او البيضة بعد ما تسووا البخار، لانه البشره تكون مساماتها مفتوحه والرؤوس السوداء حيكون شيلها ولا اسهل. طبعا تقدروا تستخدموا اللصقات، تقدروا تستخدموا يعني تضغطوا، تقدروا تستخدموا الابره، لكن انا اليوم راح استخدم الجهاز هذا. تكلمت عنه، اخذته من فورديل، وصراحه اليوم اول مره راح استخدمه. طبعا عنده 3 درجات اهو، هذا اقوى شيء. بسم الله خلونا نبدا. واو او ماي جاد، واو والله شفته مره قوي. لا شكله حسوي على الثاني لانه حسيته جدا جدا قوي. اوكي الحين نظفنا البشره، واحلى فقره اللي هي فقره الماسكات. تقدر تستخدموا اي ماسك موجود عندك في البيت، ولو ما عندك ماسك تقدر تجيبي شوفان تخلطي مع شويه زبادي تحطي عليه نقطه عسل، واحلى ماسك في الحياه. تقدر تجيبي زبادي وعسل، تقدر تجيبي حليب نيدو مع عسل تخلطيه. الماسكات لا تعد ولا تحصى يا جماعه، فما عندك عذر لو ما تقدر تشتري ماسك. تقدري مكونات البيت تستخدمي اي شيء وتحطيه على بشرتك. فاليوم بما اني نظفت البشره فحابه احط ماسك الماتشا. طبعا هذا الماسك طلبته اونلاين، حبيت ان جربته صراحه وجدا جدا عجبني، فقلت ليش ما اجربه اليوم على بشره نظيفه ومسام مفتوحه. فالحين راح احط هذا الماسك واوزعه على كامل البشره، وراح اخليه تقريبا 10 دقائق شوفوا لونه كيف. طبعا الماتشا هو نوع من انواع الشاي اتوقع الياباني، وجدا جدا جدا مفيد للجسم وللبشره. اذا ما عندكم ماتشا تقدر تجيبي شاي اخضر تفتحيه من الكيس تخلطيه مع شويه زبادي تخليه كذا 15 دقائق وبعدين تحطيه على بشرتك. فعشان ما اضيع وقت وحطيت ماسك على بشرتي، فقلت ليش ما احط ماسك للشفايف وماسك لتحت العين عشان يرطبوا لي هذه الاماكن. فهذا الماسك اللي تحت العين خاص كذا احطه في الثلاجه عشان يكون بارد كذا اول ما تحطه تحت العين. او ماي جاد تحسوا كذا باسترخاء وشعور مره رهيب. والحين راح نجيب هذا الماسك يا جماعه، هذا شكله يضحك لما تحطوه على الشفايف لكن يرطبها بشكل مره حلو. وكمان ضروري انكم ترطبوا الشفايف وتقشروها عشان ما يطلع عليها قشور وتكون دائما كذا لونها وردي ويفتح النفس. شوفوا واحس البشره ناعمه وكذا مترطبه. الحين راح اسوي اخر ماسك. طبعا عندي الجهاز هذا اللي يسوي الماسكات في البيت، فراح استخدمه اليوم لانه الماسكات اللي تصنعوه بهذا الجهاز ماسكات طبيعيه 100% وتكون فائدتها اكبر البشره. فاليوم راح استخدمه معاكم وراح اوريكم كيف يشتغل، مره مره يجنن. اوكي بنات جهزت كل مكونات الماسك اللي راح احتاجه. طبعا شوفوا يجي معاه هذا الكتيب ويقول لكم الماسكات اللي تقدروا تسووها. ماسكات مره كثير، تقدروا تسووا ماسكات من الفواكه، الخضروات، البقوليات، الشاهي، العسل، الزبادي، اللي يخطر في بالك. فهنا يا جماعة أنا عصرت برتقال وفراولة وحطيت عليه كمان حبة خيارة. فهذه الأشياء كلها فيها فيتامين سي جدا مفيدة للبشرة. بعدين عندي هنا موية ورد، وعندي هنا حبوب الكولاجين، هذه تيجي معاه مع الجهاز. فخلونا نبدأ. أول شيء نشغل الجهاز. جدا جدا سهل إنك تسوي ماسك، يعني هو يبين إنه معقد وكذا. أول شيء يقول لك هنا تولع الإشارة إنه لازم تحطي 60 ملي من الموية. أنا راح أحط موية الورد. اوكي هذا اشاره معناته انه خلاص 60 ملي انضافت. الحين يقول لك حطي 20 ملي من العصير، راح احط 20 ملي من العصير. اوكي الحين يقول انه نحط حبه من الكولاجين، هذا الكولاجين يجي معاه، نحط حبه. بعدين نقفل الجهاز. بعد ما حطيت الكولاجين والموية الحين نضغط على هذه الإشارة، والحين هو يبدأ يصنع الماسك جوا، يخلط كل المكونات عشان تكون على شكل هلامي وتنزل معانا بشكل سريع. والحين نستنى شوية عليه وحوريكم كيف لما ينزل الماسك. شوفوا بكل سهولة. طبعا الماسك أول ما ينزل يكون مرة حار، شايفين بخار يطلع منه، شايفين؟ فلازم نستنى عليه لين ما يبرد ويجمد عندنا ويصير ماسك كامل. اوكي بنات الماسك صار جاهز، والحين راح اشيله من القالب. شوفوا كيف ينشال بكل سهولة
مرة حلو، حتى تقدر تشوفه بذور الفراولة موجودة عليه، شايفين؟ طبيعي 100%، يعني ولا أحلى للبشرة. وبدل ما نصرف الفلوس ونقعد نشتري كل شوية ماسكات جاهزة، ممكن واحد يشتري جهاز زي كذا ويقعد يستخدمه طول العمر ويسوي ماسكات من البيت، فمرة حلو. يعني حتى إذا عندك فراولة تحسيها حتخرب أو أي فواكه، ممكن تسوي منها ماسك. اوكي بسم الله، راح أحط الماسك. شوفوا حتى فيه فتحة للفم، فيه للعين. اوه ماي جاد يجنن. بس هذا الماسك الافضل لما تسووه تروحوا تنسدحوا وتسترخوا وتخلوه يسوي المفعول، لان انا صراحة ما اقدر اتكلم الان. بس حبيت اوريكم الجهاز وكيف اشتغل. طبعا جهاز اخذته من فورديل وشلت الماسك يا بنات. مرة 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 حلو الجهاز، صراحة انصحكم فيه. الحين ايش راح اسوي؟ راح استخدم التونر من نفس الشركة هذه اللي عندهم، اخذت اللاين كامل. فراح اجيب التونر، التونر هذا ينحط على اليد مباشرة، ما يحتاج قطنة ولا اي شيء، وتحطيه على بشرتك بهذا الشكل. كمان لما تسوي عناية ما تنسوا الرقبة. حطيت التونر، الحين عندي السيروم. هذا السيروم يشيل كل التجاعيد، يشد البشرة ويحفز انتاج الكولاجين. الحين لما حطينا السيروم لازم نسوي مساج. عندكم عدة طرق تسوي فيها مساج عشان البشرة تنشد، السيروم يتغلغل بشكل أفضل لمسام البشرة. هذا الجهاز البناء، مو الجهاز حتى، هذا هو الحجر الطبيعي اللي هو اسمه استخدم مساج البشرة، واسمه الميثود غواتشا، أتوقع كده بالياباني ينطقوها. فهذا الميثود تستخدمه في هذا الحجر عشان. تكلم طبعا عنه في قناتي، وتكلمت عن الاشياء المفضلة عندي. طبعا اذا ما شفتوا هذا الفيديو، تكلمت عن منتجات اللي ما اقدر استغنى عنها، واللي صراحة اشتريتها وما ندمت ابدا. فحط لكم رابط هذا الفيديو في تحت في صندوق الوصف، اذا حابين تشوفوا المنتجات اللي حبيتها وانصحت فيها ممكن تلاقوا هذا الفيديو يفيدكم باذن الله. فالحين ايش راح اسوي؟ راح استخدم هذا الجهاز، الحجر اقصد، ما ادري ليش اقول جهاز. كمان يجي معاه هذا وهذا اثنين، وهذا حجر طبيعي. فتقدر تستخدموا هذه لتحديد الفك، وانا ساعدتني جدا 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 انه فكي يتحدد. وابدا ما تستخدموه على بشرة ناشفة، لازم البشرة تكون فيها سيروم. وتستخدموا هذه على الجبهة، على الخدود، وهذه الجهة تحت العين. كمان عندي هذه أخذته من فورديل، راح أحط كريم لتحت العين عشان كمان يرطب لي المكان، يشيل لي الانتفاخ والسواد إذا موجود. هذا تحطوه على كامل الجفن من فوق وتحت العين. وبعدين عشان كمان حفز الدورة الدموية، عندي هذا الجهاز تقدر تلاقوه بأي مكان. فبمجرد ما تحطوه على البشرة يشتغل، يسوي دبدبات كذا بسيطة عشان حفز الدورة الدموية. يعني أول ما بعده من البشرة ينطفي، أول ما أحطه كده على البشرة يشتغل معاي. أوكي، فاكرين لما قلت لكم إنه الجهاز البخار مرة مفيد للبشرة ويعطي ترطيب كويس للبشرة؟ أنا عندي نفس هذا الجهاز اللي كمان ممكن تشتروه، أنا طلبته من فورديل. طبعاً تقريباً كل الأجهزة اللي وريتكم إياها اليوم طلبتها من فورديل، وجداً جداً صراحة ممتازة وحبيتها، فعشان كده قاعدة أستخدمها. الحين حطيت هنا مويه معدنيه، ممكن تحطوا مويه ورد، ممكن تحطوا مويه مع خيار مثلا، يعني تعصروا خيار وتحطوا، يعني اي مويه حابينها تفيدوا فيها بشرتكم. انا عندي هنا مويه معدنيه للبشره خاصه في البشره، جبتها معي من روسيا، ما ادري اذا بيعوها او لا، اسمها بالانجليزي ثيرمال ووتر. فتستخدموا هذا الجهاز، مره 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 الجهاز يجنن، مره حلو كده، بارد هواء كانكم واقفين قدام مكيف، بس المكيف ينزل لكم كده رداد من المويه البارده. وخلصنا من تنظيف البشره، شوفوا البشره كيف صايره. ما ادري اذا ابين لكم او لا اللمعه، وعلى فكره هذه اللمعه ترى يعني لو صورت بعد ساعه راح تلاقوا اللمعه لسه موجوده بسبب السيروم هذا. هذا السيروم فيتامين سي يسوي لمعه مو طبيعيه للبشره، وتحسوها كده كانها مرايه، كانها نظيفه، ومن كثر ما هي نظيفه تشوفوا فيها لمعه مره حلوه. عشان كذا انا اشتريت هذه المنتجات، لان افتكر لما سويت العنايه ورجعت البيت هذه اللمعه ما راحت ابدا.
فان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله هذا الفيديو حمسكم وشجعكم انكم تقوموا وتسووا لنفسكم ولو ماسك واحد، مو شرط انكم تسووا نفس العناية اللي انا سويتها اليوم، لان انا حبيت اسوي لكم شيء يكون اكسترا للعيد انه يكون روتين كامل للعناية، ولكن انتم باختصار شديد ممكن تحطوا ماسك واحد وانتهى الموضوع. بس اهم شيء تخصصوا على الاقل يوم في الاسبوع او يومين انكم تعتنوا بنفسكم بشعركم بجسمكم بشرتكم، لانه صدقوني كل واحدة تستاهل انه تعتني بنفسها وتعطي لنفسها وقت واهتمام، مهما كان عندك ضغوطات، مهما كان عندك اشغال، مهما كان عندك مسؤوليات، ما يضر انه 10 دقائق في اليوم تعطيها لنفسك وتهتمي بنفسك عشان تقدري تعطي للاخرين. فانا دائما هذه النصيحة احب اوجهها لكم انه اعتنوا بنفسكم واهتموا بنفسكم، وان شاء الله هذا الفيديو بسطكم واسعدكم، واذا استمتعتوا لا تنسوا تدعموني باللايك، كما لا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع كل صحباتكم زميلاتكم كل البنات اللي تعرفوهم عشان يقوموا يتحمسوا ويسووا معاي العناية ويطلعوا في العيد بأبهى حلة. احبكم كثير واشوفكم على خير بفلوق ثاني. باي.